الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منها رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. أيها المسلمون، أخرج الإمام أحمد والترمذي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام، ألا أعلمك كلمات ينفعك الله بهن؟ قلت: بلى. فقال: أحفظ الله يحفظك، حفظه الله تجد تجاهك، تعرف إلى الله في لقاء يعرفك في سدة، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعلم أن الأمة لم اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتب الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. إن هذا الحديث من معاني التوحيد وتعلق بالله وحده، وتسليم الأمور له وحده، وتؤمنينية بقضائه وقدره، ما يسعر المسلم معه بطمأنينة النفس وسكون الروح وسم المساعد وانتباط الجوارح. لقد علم النبي صلى الله عليه وسلم ابن عباس ذلك الغلام الفذ، علمه تلك الوصايا العظيمة، تلك الوصايا العظيمة الجامعة لسعادة الدنيا والآخرة. وفيه درس عظيم لنا في أن نعلم أبناءنا ونساءنا ما ينفعهم في الدنيا والآخرة، وبس نسل في وتوجيه المستمرة وفي الوقت المناسبة لتتكون مصابيهم في طريقهم إلى الخير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحفظ الله، أي أحفظ حدوده وحقه وخطوه وأوامره ونواهيه، فمن فعل ذلك استحق حفظه الله وكان من الموعودين بالجنة، كما قال سبحانه وتعالى: وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد. هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ، من خسر الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. عباد الله، الجزاء من الجنس العمل، وقد قال سبحانه وتعالى: فاذكروني أذكركم. وقال أيضا: إن تنصروا الله ينصركم. وقال سبحانه وتعالى: أوفوا بالعهد أوفي بعهدكم. وكذلك حدود الله وحقوقه، والتزم أمره واجتنب نهيه، فإن الله تعالى يحفظه ويرعاه ويكله. وحمل عام في أمور الدنيا والآخرة، فإن صدقنا مع الله، فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. بارك الله لي ولكم في الكتاب والسنة، ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات، فاستغفروه وتوبوا إليه، إنه غفور رحيم. فالكيف وتنزه عن الكيفية، وأين الأين وتعزز عن الأينية. ثم صلاة وسلام على سيد الأكوان وعلى آله وصحبه في كل وقت الأوان، محمد بن عبد الله بن عبد المطلب بن هاشم، صلوات الله وتسليماته تفاد وتدر على هذا الجنان محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن من أركان الإيمان الإيمان بالقضاء والقدر، وأنه لا يقع في هذا الكون حادث صغيرا ولا كبيرا إلا بقدر سابق سطره القلم في لوح محفوظ بأمر الله تعالى، وعلمه وتقديره قبل خلق السماوات والأرض، فلا يكون شيء إلا بمقتدي ذلك. علم العبد أو جهل، ألا يعلم من خلقه ولطيف خبير. ومن هنا كان كمال توحيد المؤمنين
فأخبتت قلوبهم لأحكام القضاء، وهنا عليهم صبر على البلاء وشكر في سرائل، وقوادون أمرهم إلى الله، وسألوه المغفرة والرحمة واللطيف ولطيف والنصرة. وعند استحضار هذه المعاني تطمئن النفوس والرضيع، وتعيش حياة هنيئا، بل إن جاءها الموت ماتت ميتة سويا. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. قال صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله خير. وليس ذاك لأحد إلا المؤمن، إن أصابته شراء سكرا فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبرا فكان خيرا له. وتأمل في لطيف المعنى في هذه الآية: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. أي عند المصيبة إذا استحضر المبتلي أن المصيبة من عند الله، هذه الصبر، هذه صبر ورضا وثبات على الإيمان، فهدي الله قلبه لكل خير. هذا، وصلوا وسلموا على رحمة مهداة بمحمد صلى الله عليه وسلم، فقد أمركم الله تعالى بذلك، فقال: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمن سبقنا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اهدنا صراط مستقيما، اللهم اهدنا صراط مستقيما، اللهم اهدنا صراط مستقيما، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم إنا نعوذ بك من الكبر والرياء والحسد والعجب. اللهم يا رب نسألك ولا نسأل أحدا غيرك، نشهد أنك لا إله إلا الله، ونشهد أن محمدا عبدك ورسوله. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد واجعل نوره فوق كل نور في الدنيا والآخرة، ونور العدس والقدس والشموس والبدور، وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يشركون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.